حرص عمرو مراد فهمي سكرتير عام الكاف على الإدلاء بصوته في انتخابات النادي الأهلي التي تعقد اليوم الخميس، حيث يخوض والده مصطفى مراد فهمي الانتخابات على مقعد نائب الرئيس. كما حرص إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق على حضور الانتخابات للإدلاء بصوته، فضلا عن أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب وأحمد سعيد نائب رئيس الأهلي السابق. وقد أحرص عدد من نجوم الفن والرياضة على الحضور إلى الأهلي والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأبرزهم حسام غالي وشادي محمد وفاروق الفيشاوي.